بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا راح نشارك معكم فيديو تاع السيارة هذه. هذا جابها لنا اخونا عندها مشكل فيبراسيون، كان عاود لها بزاف صوالح اللي يعني بصح مازال ما سقتلوش، مازالها تفيبري. في المشية قال لك تمشيها 130 140 عادي، في الرالونتي تفيبري. هذا هو المشكل اللي عندك. الله يبارك. شوف خونا عاود بزاف صوالح هنايا، عاود لي سيغمون، عاود جوانت كيلاص، عاود لي بوجي، عاود لي سوباب، عاود كامل صوالح. فتحت الموتور دو فوا قلت لي دو فوا. وعلاش جا المشكل هذا؟ جا المشكل و دوزيام فوا مشيت لا بياس كامل دوريجي لون وكامل، وبقى لو ميم بروبليم، مازال فيبراسيون هذا ما على بالناش. ميم با كون شخصتو واش من السيلندر اللي ماهوش يحرق؟ لا لا ما تقدر. شخصنا ديرنا تاع النفس يعني كلش يمشي. لي دوات كيلبيتور مريقلين، لي ميكانيسيان اللي رجلوهم تما بالك بروفيسيونال. كلش يعني كلش مريقل محطوط رجلاه فيها. الله يبارك ما شاء الله. احنا عاودنا تما المشكل هذا توجور محب شيرا. توجور محب شيرا ما فهمناش باسكو الواحد شو يقول لك، واحد يقول لك في سيتي بدلنا حتى لابوبين الاخرى، جبنا حتى هذاك ميموار بابيون بابيون، درنا واحد جديد سينا يعني كيف كيف لا ميم شوز. واليوم ان شاء الله راه مع طبيب السيارات، ان شاء الله نقدروا نخدموا المشكل هذا ونبارطاجيو معكم. الا قدرنا نبارطاجيو ما قدرناش نبارطاجيو. سبحان الله. السلام عليكم ورحمه الله.